لا نشأت من اللعيبه الكبار اللي انا بحبهم جدا. سمعنا كان بالدنيا الزملكاويه صح؟ نعم كان الزملكاويه عايزينه. كان هيروح الزمالك لكن الصفقه ما تمتش، كويس ان ما راحش. انا عايزين نكسب الزمالك يوم السبت. نجم متميز انا. نعم. اعتقد لعب مع نادي العين فتره بسيطه ولكن كان نجم في كل المباريات. نعم. اذا ضيفنا المقبل احد اهم لاعبي اسيا ومايسترو خط الوسط العراقي وثالث افضل لاعب في اسيا الموسم الماضي، انه نشأت أكرم، مواليد 1984، طوله 1.86 متر ما شاء الله ووزنه 75، يلعب حاليا في الغرافه القطري وسبق ولعب للعين مثل ما الكفاح والشباب والنصر السعوديين ونال لقب افضل لاعب اجنبي في الدوري السعودي موسم 2005-2006. عمار علي اقتحم حياته الخاصه وخرج بفقره هذه حياتي اللي منتجها زميلنا بشير كامل من تابع. السلام عليكم. اهلا محمد الفرطوسي. هذا محمد صديقي كابتن عامر عبد الوهاب، بس انا ردت اعرفك هذا عبد الله اخوي وصديقي ومدير الموقع الرسمي مالتي. الحمد لله والشكر على كل شيء. قبل ما نلعب كرة قدم كانت ما عندنا سيارة، راح نطببكم اليوم كله اكل عراقي. ابن عمر مسوي دايت، هذا الدايت العراقي. تظل عايش بدلالي وين تروح يا الغالي، لك انت الكبد مالي. هذه يسموها لقمة الخيال. وظل ازعل وظل احكي عليك، انا اظل مثل الطفل يبكي عليك، انا وظل ازعل وظل احكي عليك. حلو النظام، احب اتبع خطوات النظام خصوصا في طريق السير، يعني تعرف لانه اعتقد السواقه فن وذوق. يعني طبعا هذا الشقه وبيتي اللي مثل ما تشوفون، هذه صورتي جتني هدية بعد فوزنا في بطولة آسيا نهاية آسيا. واحد من أقرب الناس لقلبي الحقيقة نشأت، وأشكره جزيل الشكر وكل النجوم اللي الحقيقة استضافونا في بيوتهم وأرجونا حياتهم الخاصة، وأتمنى على بقية النجوم لسه شوي إيه ولا أنه حلو الواحد يشوف النجم في بيته، وخصوصا النجم لما يكون خلوق ونموذج في الملعب سواء. نعم. في الأداء سواء تحب تشوفه. نعم. تشوف كيف عايش كيف جدا. أنا أعتقد راح يكون مثال أعلى للصغار هذا. نعم. اللي يشوفون النماذج المضيئة في تاريخنا الكروي. نشأة نجم بكل معنى الكلمة. جنتلمان. نعم. وانت رأيك إيه يا باشا؟ لا نشأة جميل، لعيب جميل، وفكرنا بشبابنا زمان الدافولي بالرجلين ده، كنا احنا مدمنين اللعبه دي، واللعيب الكره دايما الكره في دمه في اي وقت في البيت وهو مصلعين اللي ساكن تحته. يا باشا لا، ما هم لعيب بتوع كره برضه بيشجعونا ده. هم بيسقفوا من تحت.